وطننا أمانة. ملتقى توعوي تنظمه كلية الملك عبد العزيز الحربية تم افتتاحه بحضور فضيلة الشيخ سعد الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. يهدف الملتقى إلى تعزيز الأمن الفكري والمجتمعي لمنسوبي الكلية. مثل هذه الملتقيات هي ملتقيات توعوية تهدف إلى تحصين أفكار الشباب ضد الأفكار المنحرفة، فلا يخفى على أمثالكم نحن في عصر كثرت فيه الأفكار الدخيلة على بلادنا، ولكن بتوفيق الله عز وجل ثم بوقفة القيادات المسؤولة في وزارة الدفاع عن التوجيه وعن توعية الشباب. يستمر الملتقى التوعوي لأربع أيام ويشتمل على محاضرات دينية وتوعوية ودورات تدريبية، ويشارك به مجموعة من المؤسسات الرسمية للتوعية وتقديم خدمات إرشادية. نقول وطننا أمانة لنا وللغير، ومن حق وطننا أن نشارك فيه في مثل هذه البرامج وهذه الفعاليات لأجل إوصال الرسالة للمجتمع، إوصال رسالة لأسرة المعاق، لأهل المعاق، للمعاق نفسه، أنه يستطيع أنه يشارك ويعمل. إلا أن التوعية ليست حصرا على الكبار فقط في هذا الملتقى، فقد شارك هؤلاء الفتية تقديم التوعية لعدد من المشاكل التي قد يواجهها الأطفال. عندنا أول شيء هنا خط مساندة الطفل 1116111. خط مساندة الطفل هو خط مجاني يقدر يتصل عليه الطفل من دون 18 سنة في حال تعريضه إلى تعنيف من سواء من الطلاب أو من الأسرة أو يعني خارج المنزل. وينتظر أن تتعرض المحاضرات والدورات التدريبية لمخاطر الأفكار الدخيلة على المجتمع. عبد المحسن الحربية، الإخبارية، الرياض.